السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على الأوبن سورس أو هنتكلم على البرامج الحرة وهنشوف إيه القيمة العظيمة للفكرة ديت. هي فكرة حلوة جدا، فكرة الأوبن سورس. الأوبن سورس يعني إيه؟ يعني إن أنا بتيح البرنامج بالسورس كود بتاعه، تمام؟ يعني هو مش مجرد برنامج مجاني، لا، ده أنت كمان متاح ليك السورس كود بتاعه، تمام؟ فبتلاقي عندك جودة عالية جدا، وتضمن ان معلش، خليني مش كوست على اساس ما تظهرش عندي الرسائل دي. طيب، فكرة الاوبن سورس ان انا بتيح البرنامج والسورس كود بتاعه. ليه؟ بحيث ان الملكية بتاعت البرنامج دي مش ليا انا بس، لا، انا عشان اعمل البرنامج دوت اتعلمت حاجات كتيرة جدا، تمام؟ فالحاجات الكتيره جدا ديت يعني انا خدتها ببلاش، يعني ما فيش حاجه اسمها ايه هدفع فلوس عشان اشتغلت بالقوانين بتاعت فيثاغورس، ما فيش حاجه اسمها دفعت فلوس عشان اشتغل بالقانون بتاع نيوتن وهكذا. تخيل مثلا مايكل دوغلاس، وده الراجل اللي عمل الماوس، هو ده اللي كتب بدايه فكره البيم سنه 1962، ان احنا نحط كل معلومات المبنى في قلب الكمبيوتر. تخيل ان هو يقول لك ايه، انا عايز منك 1 مليم على كل ضغطه ماوس. تخيل انت المفروض كل يوم تدفع له مثلا 500 جنيه كل يوم عشان بس بتدوس على الماوس وهكذا. فهي الفكره كلها ان هو بيقول لك بلاش نحتكر العلم وبلاش نحتكر المعلومات والحاجات دي كلها. طيب، هي مهمه جدا بالنسبه لنا كدول عربيه واسلاميه، لان انت لو انت عايز تدخل في مجال السوفت وير وعايز تعمل برنامج معين، فانت مضطر بقى ان انت تبدا من الصفر. يكون مثلا، تخيل مثلا ان انت عايز تعمل برنامج زي مثلا المتصفح بتاع النت، انت محتاج ان انت تبدا من الصفر وتقعد بقى 5 6 سنين. يكون هو خلال ال5 6 سنين دي عمل حاجات 3 دي في المتصفح، عمل حاجات رهيبه جدا. لا، هو بيقول لك انا ممكن اديك متصفح وتبدا تعدل منه. فايرفوكس ده مثلا، ده تقدر تحصل على شفره الكود بتاعته مجانا وتطور فيها لو انت حابب. طب انا لو انا مش مبرمج، على الاقل تضمن ان البرنامج اللي انت شغال عليه مش هيجي له يوم ويبقى بفلوس. يعني هو الراجل ممكن يكون منزل نسخه ببلاش لحد ما الناس كلها تتعلم عليه، وبعد كده يوقفها ويقول اللي عايز يشتغل بالبرنامج ده يشتغل عليه بفلوس. وده حصلت معايا، كنت رافع حاجات كتير ليا على موقع وحاطط لها روابط، قال لك يا اخوانا اللي عايز يكمل لازم يدفع فلوس. طب ما كانت ببلاش، قال لك انا ببلاش وحاولتها بفلوس، ومن حقه، تمام؟ طيب، فاحنا المهم اللي بالنسبه لنا موضوع ان احنا نشوف موضوع البرامج الحره دي ونتعرف عليها ونبدا نشتغل بيها. انت مثلا ممكن تلاقي في برنامج مثلا بنفس القوه وكل حاجه بمجاني، وفي واحد تاني بفلوس، وانت لما بتشتغل عليه بفلوس بتجيب كراك، فبقى انت دخلت في مشاكل كتير غلط. واللي سافر اوروبا بيلاقي مشاكل كتير جدا، بالذات مثلا دول زي المانيا ممكن البوليس يجي لك البيت لو انت استخدمت برنامج متكرك او في حقوقيه وحاجات زي كده، تمام؟ فهي الفكره كلها ان الطبيعي ان احنا ما نحتكرش الافكار والاراء والبرامج والحاجات دي كلها. وهنفهم مع بعض الموضوع ده ازاي. خلينا نفتح بس كده ايه الصوره ديت. حد يعرف العربيه اللي هي الفولفو؟ انا مش في العربيات يعني، فلو حد عارف يقول. هي فولفو ماركه مشهوره في العربيات في المعدات الثقيله، انا شفت فولفو في المعدات الثقيله. جميل جدا. الراجل دوت، تمام، ده اسمه نيلس بوهلين، ده اللي اخترع حزام الامان للسيارات في العربيات الفولفو. اول ما عمل كده قالوا له روح سجل براءه اختراع بسرعه بحيث ما حدش عربيه يحصل فيها حزام امان وتبقى انت رقم واحد في الحاجات ديت. قال لهم انا كده معدل الحوادث هيزيد، يعني انا كده العربيه بتاعتي فيها امان، بس العربيات المرسيدس والاي بي ام والنسان والحاجات دي كلها هتحصل فيها حوادث، لا انا مش عايز كده. وراح قال لكل الشركات انا مش هسجل براءه اختراع، وخدوا حزام الامان ده اعملوه كل العربيات اللي عندكم، تمام؟ فده راجل عنده وعي. طيب، تعالى ناخد صوره ثانيه. ده جوناس سالك، ده اكتشف لقاح شلل الاطفال وقال له الحق شركات الادويه بقى، بتقول تعالى ايه سجل براءه الاختراع، هنديك مليون جنيه بس، مليون دولار طبعا، هو كان في امريكا فبالدولار، وعلى فكره هو يهودي. هو لما اكتشف الموضوع دوت قال لهم لا يا عم خد مليون دولار وادينا بس براءة الاختراع. قال لهم ده ناس كتير هتموت، انا مش عايز. هذا اللقاح مثل الشمس من حق الجميع، مفيش حاجه اسمها يعني ان انا اقول لا ده سر عسكري ومش هشارك المعلومه مع الاخرين والحاجات دي كلها. طيب،
الفكره كلها جت من واحد اسمه ريتشارد سيمان، هنبدا نتعرف عليه. طيب فكره الاوبن سورس ايه؟ فكره الاوبن سورس ان البرنامج يبقى من حقك ان انت تشاركه مع الاخرين، ان انت تديه لاي حد، ان انت تطلع شفره الكود، ان انت تعدل فيها. على فكره لو البرامج الاحتكاريه اللي هي مش اوبن سورس اللي هي كلوز سورس، ولازم نحترم الحقوق بتاعتها، يعني ما فيش حاجه اسمها لا احنا هنقعد نكسر ونقعد نعمل كراك وحاجات زي كده، لا هو واحد عامل البرنامج بتاعه كلوز وبيقول لك لا ما انا عامل الاتفاقيه بتاعتي، اللي عايز يستخدم البرنامج يوافق على الاتفاقيه دي، فانت لازم تحترم الاتفاقيه دي. احنا ضد ان احنا ننتهك الاتفاقيه على قد ما نقدر، تمام؟ وانا متوقع كل الاسئله اللي هتسال بعد شويه، تمام؟ مش عارف ده سؤال ولا ايه؟ انا في اسئله معينه يعني عارفها حافظها صم يعني. طيب فهي الفكره كلها في الموضوع الاوبن سورس دوت، ان انت بقى من حقك ان انت تطلع على شفره الكود. اول حاجه حريه استعمال البرنامج لاي غرض، انا استخدمه زي ما انا عايز. في اتفاقيات يقول لك ما تستعملش البرنامج ده غير مع برنامج معين، او ما تستعملوش غير في حاجه معينه. لا، رخصه البرمجيات الحره، رقم زيرو حريه استعمال البرنامج لاي غرض، رقم واحد حريه دراسه وتعديل البرنامج، رقم اثنين حريه نسخ البرنامج. البرامج الاحتكاريه تمام، زي مثلا برامج مايكروسوفت مثلا، لو انت اشتريت نسخه فقانونا ما ينفعش تنسخها لحد تاني. لو انت عندك في الشركه اشتريت نسخه يبقى دي هتشتغل على جهاز واحد، ما ينفعش تنسخها لاكتر من جهاز، يبقى انت كده كل النسخه التانيه دي غير قانونيه. انما لما بتشتغل بحاجه من حاجات الاوبن سورس، فانت من حقك ان انت تنسخها، من حقك ان انت تطلع على شفره الكود، من حقك ان انت تعدل عليها، من حقك ان انت تاخد تعدل فيها وتطلع نسخه ثانيه باسمك. وده حصل كتير جدا، ناس كتير جابت نسخ لينكس وبدات تطلع منها نسخ عربيه ونسخ جميله جدا وطوروا فيها، تمام؟ وهتلاقي حاجات قويه جدا بالاوبن سورس، يعني ما حدش يفتكر الاوبن سورس ده حاجه ببلاش فتحت السلم، لا هنشوف حاجات كتير جدا احنا بنستخدمها ممكن ما نكونش عارفين انها اوبن سورس. فاحنا عندنا لازم يبقى عندنا حريه الاستخدام، حريه التعديل، حريه التوزيع وهكذا، دي لازم تكون موجوده. طيب الاوبن سورس بدا مع واحد اسمه ريتشارد ستيلمان. هو الراجل ده كان مؤمن بفكره الكوبي ليفت مش كوبي رايت. الكوبي رايت يعني حقوق الطبع، لا بيقول لك كوبي ليفت انسخ زي ما انت عايز، بس قول ان انا نسختها من فلان وهكذا. فدي اتفاقيه اسمها الكوبي ليفت، وتحتها اتفاقيه اسمها جي بي ال اللي هي الرخصه الحره، رخصه حر ان انت تعمل حاجه وتسيبها حر، اي حد عايز ينسخها يقدر ينسخها، بس يقول ان انا نسختها من فلان الفلاني. وهو بدا يعمل شويه برامج، بس كانت المشكله ان كلهم شغالين على الويندوز، فقال لك طب احنا عايزين حاجه. ففي طالب صغير خالص اسمه لينوس تورفالدوس، هو بدا يعمل نسخه كده زي نظام تشغيل صغير خالص اثناء ما هو كان بيدرس لسه. فالنسخه دي سمعت وكلهم بدأوا يستخدموا عليها وعملوا لينكس، وبدا نسخ كتيره جدا من اللينكس. اللينكس مجانا تماما. انا فاكر مثلا في 2006 تقريبا بعت للشركه نفسها في فنلندا، قلت لهم انا عايز 25 نسخه، بعتوها لي لحد البيت مجاني، وتقدر توزعها لاصحابك وتقدر تشتغل بيها بدون اي مشاكل خالص. طيب دي بعض البرامج الاوبن سورس. زي ما شايف في ناس كتيره جدا مقتنعه بالفكره وبتبذل جهد انها تعمل برامج وتعملها اوبن سورس وتسيبها مجاني. انا من ضمن الناس اللي برمجت بعض البرامج وحطيتها بشكل مجاني، وهنشوف حاجات قويه جدا في موضوع الاوبن سورس ده. هتلاقي برامج بنفس قوه ان لم تكن اقوى من البرامج اللي انت بتستخدمها، وبتدخل في مشكله حلال وحرام، وطب نسخه اصليه ومش نسخه اصليه، زي ما نشوف مع بعض. ده ريتشارد ستيلمان اللي ماسك الكمبيوتر دوت، وده ليه مواقف حلوه جدا من القضيه الفلسطينيه. لينكس لينوس تورفالدوس وهكذا. فهو بيقول لك ايه، البرنامج العادي اللي هو الكلوز ممكن يشتغل فيه واحد او اثنين او ثلاثه او خمسه او 20، انما لما يكون اوبن سورس كل واحد ممكن يضيف سطر. لذلك هنلاقي البرامج بتاعت الاوبن سورس مساحات صغيره جدا وبتعمل اداء عالي، لان كل شويه واحد يقول لك ايه انتوا كاتبين ثلاث سطور ليه، ما تكتبوها في سطر واحد، ويبداوا يصغروا في الكود. وهنلاقي دلوقتي شركات كتيره جدا معتمده على موضوع الاوبن سورس، تمام؟ يعني من اكبر الشركات على مستوى العالم مثلا سان مايكرو سيستمز، دي من فعلا من راس مالها بالمليارات. اي بي ام، ريد هات، دي بتعمل نسخ لينكس، سيليكون جرافيكس، ساب، ماي سيكوال، نتسكيب، وهكذا. هتلاقي في بعض المعاهد كتيره جدا بدات تعتمد عليها، وفي حكومات، في حكومات دول كامله جدا زي الحكومه الالمانيه والروسيه والبلجيكيه
وحكومة فنزويلا والبرلمان الفرنسي والشرطة الفرنسية وحكومة أسبانيا والبرازيل وجنوب أفريقيا، حتى تونس بدأت في الموضوع ده إنها تعتمد على حاجات أوبن سورس. فحاجة ممتازة جدا إن أنت بيبقى عندك إمكانية إن أنت تبقى عارف الكود ده فيه ملفات تجسس ولا لأ، لأن أنت معاك شفرة الكود وأنت بتعملها كومبايلر بحيث إنها تشتغل، فأنت مطلع شفرة الكود ومتأكد إن مفيش تجسس. في برامج كتيرة جدا نرفع عليها قضايا، منها مثلا الويندوز إن هو فيه ملفات تجسس بتبعت للحكومة الأمريكية وهكذا، فأنت الأفضل إن أنت تشتغل بيها. تمام، ده مثلا هو اللي اخترع لينكس. وطبعا لينكس فيها اصدارات كتيرة جدا، من أقواها وأشهرها الريد هات، وكل دولة تقدر تاخد نفس الريد هات وتعدل فيها وتعمل نسخ أفضل. أنا أشوف اللينك هنا. كوبي. ده التوزيعات كتيرة جدا في قلب الموقع ده، بيتيح لك ان انت تجرب اللينكس من غير ما تسطب اي حاجه خالص. تمام، فلذلك لو انت عايز تجرب اللينكس وانت من غير ما تسطب ومن غير ما يبقى عندك، بتدخل على النت وتقول مثلا والله انا عايز اجرب بنسخه، مثلا زي ما انت شايف عشرات النسخ، في نسخ للهندسه، يعني في نسخه فيها مثلا ما يقارب من 100 برنامج هندسي مجاني تماما، فدي حاجه ممتازه جدا. تمام، فتقدر تدوس وتبدا تشغل البرنامج او الويندوز اللي انت عايزه. خلينا مثلا نشغل ايه مثلا، اهو بيقول لك دي الواجهه، هي تقدر تقول له ان الاسم هو الديتيل، طب تقدر تقول له انا عايز ابدا ستارت، فبيبدا يحمل لك اللينكس وتقدر تشتغل عليه وتجرب كل الاوامر اللي موجوده. طيب نكمل. الفايرفوكس طبعا في ناس كتير شغاله على الفايرفوكس، لو في حد بيشتغل على الفايرفوكس يا ريت بس ايه يكتب رقم واحد في الشات. لو في حد بيستخدم فايرفوكس يكتب رقم واحد. هو متصفح قوي جدا ومشهور وناس كتيرة جدا بتشتغل عليه وسريع، اللي هو الثعلب دوت. وفي دول كتيرة جدا يعني نسبة اعتماد عليه أكثر من 50%. طيب في بعض الحاجات برضو الاوبن سورس، الوورد بريس. الوورد بريس ده عباره عن ايه؟ عباره عن مدونه ليك بتكتب فيها كل اللي انت عايزه. تمام، وفي جوميلا دي برضو زيها، دروبال برضو زيها. انا عامل مثلا المدونه بتاعتي على الوورد بريس، انا حتى البيم اريبيا معموله على الوورد بريس. ده ما جيت اعمل الموقع قلت له انا عايز اشتغل على وورد بريس لانه اسهل في التعامل وسهل جدا. تمام، وسهل جدا ان انت تعدل فيه وتنشر كانك شغال على الفيسبوك مثلا. تمام، مجرد ان انت بتقول له انا عايز اكتب حاجه فتعملها. واتمنى الناس كلها تبدا تفكر في موضوع ان كل واحد يعمل مدونه ويحط فيها المعلومات بتاعته. تمام، تقدر تقول له بس بوست وتقول له اد نيو ويديك ان انت تكتب وتقول له ببلش بس، لا اكتر ولا اقل. تمام، فهي الفكره بتاعت الوورد بريس او المدونه سهله جدا، كانك شغال على الياهو او الهوت ميل، بس انت بتعمل زي موقع خاص بيك بسهوله من غير ما تقعد تتعلم لغات برمجه او حاجات زي كده. طيب هنلاقي عندنا حاجه اسمها لايبراري اوفيس. لايبراري اوفيس ده مجاني تماما واوبن سورس، وتقدر تحصل على شفره الكود لو انت عايز تعدل فيها. لو انت عايز كمستخدم عادي هتلاقي البرامج كلها مجاني تقدر تشتغل بيها في الشركه بتاعتك. هتلاقي في رايتر ده بديل للوورد، هتلاقي في كالك اللي هو بديل للاكسل، امبريس بديل للباوربوينت، البيس اللي هو بديل للمايكروسوفت داتابيس، الماس فيه حسابات كتير قوي، ودروب يبدا ترسم فيه حاجات قويه. البرنامج هنشوف دلوقتي ان ناس كتيره جدا بتستخدمه اكتر من مايكروسوفت اوفيس، يعني لما عملوا ان اي اكتر برنامج استخدم اكتر، فلو ان لايبراري اوفيس بيستخدم بنسبه اكبر بكتير. تمام، في برنامج اسمه بليش بات، انا بليش بات انا مسطبه عندي اهوت اوريه لكم. البرنامج دوت عباره عن ايه؟ البرنامج ده فعلا انا جاز عندي كان مهنج جدا جدا، يعني ده حقيقه مش دعايه، بس هو فعلا كان مهنج. فانا رحت مسطب البرنامج دوت. البرنامج ده مجاني واوبن سورس ومش محتاج كراك ولا اي حاجه خالص،
وقلت له بس ايه، انا عايز تنضف لي الويندوز وعايز تنضف لي البرامج ديت، تمام، بس خلي بالك لو انت مسطب حاجه فيها باسورد ابقى شيلها، لان هو ينضفه حتى ويلغي الباسورد ويلغي الهيستوري والحاجات دي كلها. فانت بتشيل الحاجات اللي انت مش عايز تتلغي زي مثلا الباسورد وتقول له كلين، تمام، بيقعد ينضف تقريبا 10 دقائق بس، بتلاقي الجهاز بتاعك بقى سريع جدا وقوي جدا. البي دي اف كريتور ده من افضل البرامج اللي انا بشتغل عليها، واول ما بقعد على جهاز بروح مسطبه. لما بحب اسطب شغل من الاوتوكاد او من الريفت للبي دي اف، بسطبه او بستعمل بي دي اف كريتور، وميزته اهو ان هو فري ومجاني وما بتحتاجش ان انت تدفع فيه اي فلوس خالص، تمام. طيب ده برنامج اسمه شوت كات، ده برنامج بنستخدمه بيغني عن ادوب بريمير، وفعلا فادت حاجات كثيره وفي شويه حيل كويسه جدا، تمام. انا حتى كنت لسه مستخدمه في حاجه معينه، شوت كات ده يعني ضفت عليه مثلا المؤثرات اللي هي بتاعت ان كل ما يبقى فيه صوت عالي او كده يبدا يديني تاشير ان في صوت بدا يعلى ويوطى. يعني في مؤثرات كتيره جدا تقدر تعمل مونتاج وتلغي فيديو وتوصل بفيديو وتركب فيديوهين على بعض وحاجات زي كده. طيب في برنامج اسمه دافنشي ريزولف، ده برنامج رهيب جدا، ده لما تشوفه وتشوف الامكانيات اللي فيه، تمام. انا كنت بعمل ليه ابديت بس، شغله لكم كده، الواجهه بتاعته مرعبه، يعني تحس ان هو لا ده البرنامج ده اكيد بفلوس واكيد غالي جدا يعني. ده ممكن انا كنت لسه بعمل له ابديتد. طيب انا هحاول اوريكم الواجهه بتاعته. ده ان شاء الله كتاب مجاني هيترفع لكم دلوقتي، تمام، اهوت. وبرضه لما تيجي تملوا السيبيان هتلاقوا الكتاب، تقدر تحمله مجاني وتقدر تشتغل بيه زي ما انت عايز. البرنامج ده بتقدر تعمل بيه حاجات كتير قوي في المونتاج، زي ما انت شايف بتدخل لقطات فيديو مع بعض بشكل قوي جدا، بتلاقي ان انت تركب صوت تغير صوت، كميه اوامر رهيبه جدا ما تتصورش ان برنامج زي دوت ممكن حد يعمله وينزله مجاني. طيب في حد عنده اي اسئله لغايه دلوقتي؟ لو في حد عنده اسئله يقدر يكتب او يقول لنا، او في ناس شغاله على الفايرفوكس اهوت. طيب في برنامج برضو اسمه اوديو سيتي، ده انا بستخدمه برضو كتير، اكيد هتلاقيه عندي مسطب اهوت. البرنامج ده بستخدمه بشكل دوري، ان انت ممكن عندك ملف صوت تقدر تقطع وتشيل منه وتحطه وتكرر، ممكن تكون في مثلا سوره من القران عايز تتقال 10 مرات بحيث انك تحفظها فتقدر تعملها، هتلاقي كميه مؤثرات رهيبه جدا. يعني مش واحد حط حاجه ومشي، لا، في حاجات بتلغي النويز الضوضاء، في حاجات بتلغي الاشيو، في حاجات بتعمل صوت راجل كبير، واحد بتعمل صوت طفل وهكذا. فبرنامج اوديو سيتي ده من البرامج القويه جدا. طيب ده هنا نيو بروجكت كرييت، ده البرنامج اللي بقول لكم اسمه دافنشي ريزولف اهوت. ده البرنامج دوت تقدر تركب فيديوهات على بعض، تقدر تحط حاجات، تقدر تعمل حركات ترانزليت بين حاجه وحاجه وهكذا، تقدر تقول انا عايز اعمل ايديت، عايز اعمل فيوجن، تقدر تعدل الكالر لو انت الالوان فيها مشكله في الفيديو، تمام. بتلاقي حاجات كتير قوي تقدر تضيفها، تقدر تعدل في الصوت، يعني بتلاقي في حاجات مش موجوده في البرامج اللي هي بفلوس، تمام. ومشروح على قناه بيم اريبيا، تقريبا كل البرامج اللي احنا هنقولها النهارده مشروحه بالتفصيل على بيم اريبيا، بس هي يعني اديك الوقت بس عشان نقدر ناخدها بالتفصيل، بس انا حاطط لينكات ليها لو انت عايز
تتوسع في الموضوع او تشوف في الموضوع، تمام؟ تقدر تشوف، وان شاء الله نحاول نستضيف حد كويس يقدر يشرح كل حاجه بالتفصيل. تقدر تختار اي ملف في فيديو وتدخله عندك. خلينا نشوف مثلا في الفيديو. دوت 5 دقايق. ماشي، بيقول لك المقاس بتاع الفيديو محتاج ان هو يتعدل، فانت ممكن تعدل، تقول له امشي على المقاس اللي انا شغال عليه او العكس او كذا. زي ما انت شايف في شكل الحاجات مرعبه، امكانيات رهيبه جدا وحاجات متخصصه جدا، مش مجرد بيعمل حاجه وخلاص، يعني مش مجرد ان انت بتدخل فيديو وتقطع وترمي، لا، بتلاقي فيه امكانيات كويسه جدا تقدر تشتغل عليها. طيب، في حاجات برضو بتفيد في مجال التعليم. نشوف بس ما مش عارف الاسئله. في برنامج بلندر، برنامج بلندر هنتكلم عنه دلوقتي حالا، وبرنامج جيمب هنتكلم عنه كويس كويس. في ناس قالت حاجات. ايوه، الشير سكرين فصل، فممكن حضرتك ترجعه؟ طيب انت منعني ان انا اعمله، اديني الصلاحيه بقى. طيب، شير سكرين اهوت. طيب بصوا، في حاجات بتفيد لو انت عايز تعمل، لو انت مدرس وعايز تدرس للطلبه، في موديل ده ال ام اس، ده اوبن سورس وتقدر تشتغل بيه بدون ما تدفع اي فلوس او اي رسوم او اي حاجه خالص، تمام؟ اغلب الاوبن سورس، اغلب وليس كل الاوبن سورس، مجاني، الناس عاملاها يعني لوجه الله كده، يقول لك ايه اشتغل بقى زي ما انت عايز. فلذلك اغلب او المعاهد بره بتبدا تعتمد عليها. في الوطن العربي غالبا لا، ما شفتش ناس كتير شغالين عليه رغم قوته. طيب، بنلاقي في حاجه اسمها البي اس بي بي، ده بيفيد جدا في الناس اللي بتعمل ابحاث وعايز تعمل احصائيات وحاجات زي كده. في برنامج تاني اسمه اس بي اس اس، ده تبع اي بي ام بس غالي جدا، غالي غالي يعني بالاف الدولارات، فده مدولك مجاني، بتنزله بتشتغل بكل الحاجات التانية بس بيكون مجاني اوبن سورس، ما ينفعش فلوس، ما فيش كراك، ما فيش حاجات دي. طيب، نيجي على حاجة جميلة جدا اللي هي بروجرامنج وزاوت كود تكنولوجي، البي دبليو سي تي، دي برمجة بدون كود، ودي كانت قبل موضوع الداينامو وقبل الحاجات دي كلها، وده اللي عاملها واحد اسمه محمود فايد، ده من الناس المحترمة جدا جدا وراجل مطلع جدا. دي شهادة أنا خدتها منه من جامعة الملك سعود، في إن أنا كنت من ضمن الناس اللي طبقت الكورس بشكل قوي يعني. وفي برضه لغة برمجة هو عاملها برضه مهندس محمود فايد، اللي هي لغة الرينج بروجرامينج لانجوج، تقدر تتفرج على الفيديوهات وتقدر تتعلمها، ودي لغة قوية جدا ولغة فيها ذكاء صناعي وأسهل بكتير من البايثون. بايثون دي من أسهل لغات البرمجة، هي دي أسهل منها وبتكتب حاجات بشكل سلس ولذيذ، والمخترع عربي تقدر تتواصل معاه وتتكلم معاه وهكذا. فيا ريت الناس تبدأ تهتم بلغة الرينج دي. ده البرنامج اللي أحد الأصدقاء لسه كاتب اسمه، ده برنامج اسمه جيمب، زي الفوتوشوب بالظبط، وفي إمكانيات حلوة جدا ومجاني، يعني الفرق بينهم إن هو ده مجاني. وتلاقي نفس الزراير، يعني اللي حافظ الفوتوشوب ممكن يقول لي لا يا عم ده الفوتوشوب مش الجيمب، لا هو ده الجيمب، فيه تغيرات بسيطة، تمام؟ في ناس بتحط حاجات أعلى من اللي موجودة في الفوتوشوب، وفي بعض الإمكانيات لسه ما اتضافتش، بس هو بيتطور بشكل قوي جدا، وأنا بشتغل عليه بديل للفوتوشوب، يعني انا عندي جيمب موجود اهوت والفوتوشوب مش مسطب. الجيمب فين؟ اهوت. دي الواجهه بتاعته اهيت، بتقدر تحط اي صوره انت عايزها وتشتغل بيها بدون اي مشاكل خالص، والراجل ما بيطلبش منك اي فلوس ولا حاجه خالص. وبيقول لك لو انت عايز تتبرع اتبرع، مش عايز تتبرع ما تتبرعش. طبعا انا على طول اقول له مش عايز اتبرع، انا لا اكل وهكذا يعني، تمام؟ فتلاقي كل الامكانيات ان انت تقدر تحط درجات مختلفه من الالوان زي ما انت شايف، الليرات، الحاجات دي كلها بيشتغل، وتقريبا مساحته 1/10 من مساحه الفوتوشوب. فانت هتلاقي البرنامج دوت هيبقى سريع جدا معاك ان انت تستضافه وتشتغل بيه، واللي انت بتعلمه هتلاقيه هناك. كريتيا ده برده من ضمن البدائل للفوتوشوب اهوت، ده انا فعلا بشتغل بيه، هو عاملين بيه كذا لوجو وكذا تصميم والغلاف بتاع المجله وحاجات كتيره جدا شغالين بيه بدون اي مشاكل خالص، وما قصرش في حاجه الصراحه. البرنامج سهل جدا، انا ساعات بقعد مع ابني اعلمه شويه حاجات فيه،
لذيذ وسهل ويعني ممتاز، يعني بيأدي الحاجات اللي انا طالبها منه. برنامج اسمه انسكيب، ده اهوت، ده زي الالستريتور، بيشتغل بموضوع يعني مش بالنقط، لا بالموضوع الفيكتور، تمام؟ فتقدر ترسم الحاجة اللي انت عايزها، وتقدر تقول مثلا انا عايز ارسم مثلا دايرة، هيت عايز ارسم هكذا. انا عملت بيه شغل كتير جدا، تمام، حاجات حلوة جدا، واعتقد شرحته، بس هو كان الاغلب ان انا بعمل حاجة لي انا، تمام. ممكن تعمل افلام كرتون، انا فاكر ان انا رسمت شخصية كرتونية ورسمت نفسي قبل كده، ممكن ابقى ادور على الصورة واحطها، كنت رسمت نفسي بالبرنامج دوت، تمام. طيب هو برنامج تحفة. طيب انا عارف ان اغلب الناس هتقول لي يا عم سيبك من الحاجات دي، احنا عايزين برامج البيم. طيب هو صراحة مفيش برنامج بديل للريفت بنفس قوته يشتغل بيم، بس في بعض البرامج اللي موجودة اللي احنا هنشوفها مع بعض. الفكرة ليه مفيش بديل للريفت؟ لان محتاجة يكون ناس كتيرة جدا من المبرمجين مهندسين معماريين ومهتمين بالموضوع، ساعتها يبدأوا يتكونوا لبعض ويعملوا حاجة قوية في كذا حاجة، بس كلهم مش بنفس القوة، فبلاش اضحك عليكم واقول لكم لا بنفس القوة، لا حتى الآن مفيش برنامج بديل للريفت. بس عندنا في حاجات كتيره جدا للاي اف سي، يعني الاي اف سي اصلا اوبن سورس، فبتلاقي ناس كتير يقول لك ايه هفتح لي انا، هفتح لك الملف الاي اف سي واطلع لك منه المعلومات ببلاش، او اخليك تشوف الموديل ببلاش، تشوف كل حاجه في الموديل، تمام. طيب ده مثلا موقع بيحاول ان هو يوصل لحاجه للريفت، بس لسه بيبتدي بدايه جدا مقارنه بالريفت. دي برامج كلها بتفتح الاي اف سي وتطلع لك منه المعلومات بشكل قوي، وتقدر تعمل لوك ثرو جوه الحاجه، وتقدر تعمل تطلع معلومات قويه جدا. انا عارف صديق ليا شغال في معهد في المانيا بيطور في الاي اف سي، فبيضيفوا حاجات مش موجوده في البرامج الاصليه، مش موجوده في الريفت، تقدر تطلع معلومات او تدقق او تعمل عمليات ما كانتش موجوده في الملفات العاديه، موجوده بس في الاي اف سي. ده برنامج بيضيف زي داتا بيسز كده، او بيفتح داتا بيسز بتاع ريفت تاخد منه بعض المعلومات. ده اوبن سورس، محصول على موقع مهم قوي اسمه سورس فورج، ده اهم البرامج الاوبن سورس الموجوده فيه. طيب ده برنامج مهم للفاسيلتي مانجمنت او فاسيلتي مينتيننس اسمه اوبن مينت، تقدر تطبقه عندك وتقدر تشتغل عليه، تمام. طيب تمام، ده الاوبن مينت. طيب هنلاقي حاجه بعد كده مثلا برنامج اسمه الكي 3 دي، ماشي. ده بيعمل حاجات 3 دي زي ما انتم شايفين، وهو برنامج مجاني تماما، وفي اوامر كتيره جدا متقدمه قريبه من اوامر ال 3 دي ماكس. ده برنامج البلندر برضو احد الاصدقاء قال عليه، البرنامج ده تحفه يعني قوي جدا، بينافس ال 3 دي ماكس والمايا والبرامج دي كلها، وفي حاجات مش موجوده فيهم، ومساحته عشر مساحه البرامج الاصليه ديت، تمام، ان لم يكن اقل. وفي افلام كرتون كتيره جدا معموله بيه، تمام. حتى الموقع هتلاقي في حاجه اسمها اكتب بلندر موفي، هتلاقي في افلام كتيره اتعملت بيه، وانا لما رحت يعني كذا مكان بيبقى في الانترنت كانوا عارضين افلام معموله بالبلندر، مش كاتبين انها معموله بالبلندر، بس انا عارفها يعني معموله بالبلندر، فافلام قويه جدا. تعال نشوف البلندر اهوت، تمام. زي 3 دي ماكس تقدر تعمل الاشكال كلها، وتقدر تتحرك فيها، وتقدر تعدل فيها، وعندك هنا الاوبجكت مود والايديت مود، فتقدر تخش مثلا عايز تعدل في نقطتين معينين بس، فتقدر تقول لهم انا عايز احرك فيهم، تقدر تعمل افلام كرتون كتير جدا بيه. بالعكس في حاجات اصلا مش موجوده في 3 دي ماكس، زي مثلا لو جيت علمت الزائد اللي هنا وقلت له فيديو ايديتنج، تمام. فالفيديو ايديتنج دي مش موجوده، الفيديو ايديتنج ده هيعمل لك كانه بيعمل مثلا كامتازيا مثلا، فتقدر تدخل فيديوهات وتدخلهم على بعض وتعدل فيهم وحاجات زي كده. تقدر تعمل مثلا موضوع النحت، تدخل اي قطعه وتنحت فيها، تمام، تفتكر نفسك بقى مايكل انجلو والحاجات دي وتنحت فيها، دي في برامج متخصصه بفلوس وغاليه جدا، ده بيعملها لك مجاني، تمام. فبتلاقي في اوامر كتيره جدا تقدر تشتغل بيها، تقدر مثلا تعمل اكسترود للعناصر اللي انت تعمل لها سيلكت، تقدر تقول له انا عايز اعمل مثلا سيلكت على الفيس، فتختار مثلا فيس زي كده، وتقدر تعمل اكسترود زي ما انت عايز بشكل سهل جدا وبسيط، ويعني حاجه ممتعه جدا. والبرنامج ما بيطلبش منك
اي فلوس، فليه نقعد ندور على برامج وكراك والقصه دي كلها؟ الفري كاد اهوت بنلاقي فيه حاجات خاصه بالبيم، وبنلاقي حاجات خاصه بالكاد، وحاجات خاصه بالكام، وحاجات خاصه تقدر تعمل عمليات مثلا خاصه بالسي اف دي وهكذا. برنامج تحفه جدا ومجاني وما بيطلبش منك حاجه خالص، تمام؟ تقدر تقول له انا عايز ارسم نيو، تقول له مثلا عايز ارسم حيطه، فيبدا يخليك ترسم الحيطه بتاعتك اللي انت عايزها، المثل اللي انت عايزها، تقول له انا عايز احط باب، عايز احط شباك، عايز احط الحاجات دي كلها، يبدا يدورك. بس للامانه لسه ما وصلش درجه الريفت والاركيكاد والحاجات دي، بس هو واحده واحده هيتطور ان شاء الله. هنلاقي حاجه مثلا اوبن كاسكاد، دي برضو من ضمن الحاجات القويه جدا في موضوع الاو سي سي، بيعمل بعض العناصر ويعمل التجارب بتاعتها، بتقدر ترسم اشكال وتقدر تعمل تحليل ليها والحاجات دي كلها. طيب في برنامج برضو قريب من الكاد اسمه نارو كاد اهو، ده برضو مجاني. في برنامج اسمه ارت اوف اليوشن، ده بيبدا يعمل لك الحاجات الخاصه بيه، تقدر تعمل تصاميم زي ما انت عايز براحتك. في بي ار ال كاد، يعني في كذا برنامج بديل للكاد لان الكاد قديم. في برنامج بقى قوي جدا، وان شاء الله الاسبوع ده هنبدا سلسله مع المهندس عمرو سرور، هيشرح لنا برنامج او محرك العاب اسمه انريل، ده اللي عايز يعمل العاب. البرنامج ده من يعني تقريبا من اقوى برنامجين بيعملوا العاب، هو يونيتي، ومجاني تماما، تمام؟ يعني بيقول لك بس ايه، لو اللعبه بتاعتك وصلت ل 100,000 وبدات البلية تجري معاك، ادفع جزء من الفلوس، ادفع مبلغ بسيط يعني، تمام؟ هو مجاني تماما، الناس كلها بتتعامل معاه، بتطور فيه بشكل قوي. اوبن سكيت ده برضه من البرامج القويه اللي تقدر تعمل بيها شويه تصاميم كويسه جدا، حاجات 3 دي. بايثون كاد ده برضه من ضمن البرامج اللي بتعمل رسومات كاد. لايبراري كاد ده من افضل البرامج بتاعت الكاد، لو حد هيشتغل ده من حاجات الكود. الكيو جي اي اس ده لو انت بتتكلم بقى في الحاجات بتاعت الجي اي اس، في عندك البرنامج اللي هو فلوس ارك جي اي اس، ده بقى مجاني كيو جي اي اس، وفي امكانيات حلوه جدا، ولان هو مجاني ناس كتيره بتبدا تطور فيه بشكل مستمر، وفي امكانيات حلوه جدا، والحمد لله شرحنا جزء منه بسيط على قناه بالمقرب. طيب اوبن ستريت ماب ده من الحاجات القويه جدا، وموجود له تطبيقات على النت، واحنا ان شاء الله ماسكين الاوبن ستريت ماب بتاع ايجيبت، وكان في محاضره امبارح مع المهندس عبد الرحمن عن اوبن ستريت ماب عموما واوبن ستريت ماب ليبيا خصوصا، ونتمنى الناس تتطوع. ده عباره عن زي جوجل مابس بس اوبن سورس. فالناس تقول لي يا عم ما جوجل مابس كويس جدا وبتاع، الفكره كلها ان في حاجات كتير تحاول تعملها على جوجل مابس ممكن لسبب من الاسباب تلاقيها اتلغت او شالت او حاجات زي كده. لا احنا في اوبن ستريت ماب ده بتاعنا احنا، ما حدش يقدر يلغي الحاجه اللي انت عايزها. يعني على سبيل المثال مثلا من ضمن الحاجات اللي اتعملت في ليبيا مثلا، قال لك ايه لما يحصل انفجار او يحصل اي حاجه وانت موجود، اول ما تلاقي حاجه زي كده هتدوس بس على زرار تعرق في برنامج معين خاص بالمشاكل، فتقول للناس ان في مشكله في المكان دوت ما حدش يعدي وهكذا، فبنساعد بعض. فاحنا ممكن نعمل حاجه زي كده مثلا خاص بالكورونا، اوبن ستريت ماب هتدوس على زرار ان في حاله في الكورونا، فالناس تاخد بالها من المكان دوت، تمام؟ او الناس تعرف ان في فعلا، هل الاحصائيات الرسميه مظبوطه ولا مش مظبوطه. لو احنا بنتكلم عن احصائيات رسميه وانت بتعترض عليها، هتلاقي ان جوجل مابس قفلتها لك. لا احنا هنا مش هدفنا ان نعترض على حد، هدفنا ان احنا بس ايه نتاكد من صحه المعلومه، وممكن نوصل معلومه افضل، وممكن الحكومه تستفاد منها وتعرف ان في اماكن مثلا بدا يظهر فيها المرض بشكل كبير، او ممكن تزوير، وده حصل في دول كتيره في افريقيا وقدرت انها تعمل نهضه بسبب انها عملت برنامج بسيط جدا على الموبايل من خلال اوبن ستريت ماب. ان هو مثلا ايه، لو انت رحت مكان في رشوه بتدوس على زر الاحمر، لو رحت مكان وخلصت امورك وكويسه حكومي وما حصلكش اي مشاكل هتدوس اخضر بس. فبدا الناس بقى ايه تبقى عندها وعي ان مثلا مركز شرطه اكس ده وحش، مركز شرطه اكس ده حلو، بتاع المرور اكس وحش ده حلو، فبداوا الناس الوحشه الحكومه تروح ممشياهم وتجيب ناس ثانيه وهكذا. الضغط الاعلامي ده المكان ده كل يوم 10,000 شكوى فيه ان هو لونه احمر، من غير ما بتكتب حاجه او تصور او اي حاجه خالص، مجرد بس الموبايل بتاعك بتدوس عليه يا اما اخضر يا اما احمر، تمام؟ فهو يعني اتمنى الناس تشارك فيها. انا هشارك معاكم ان شاء الله البرزنتيشن، وفي كتاب الاوبن سورس هشاركه معاكم، تشارك معانا في الاوبن ستريت ماب. واحنا برضو بنسجل حاليا رسميا اوبن ستريت ماب ايجيبت، ودي تابعه لمنظمه الدول العربيه،
وان شاء الله يعني نعمل فيها شغل كويس جدا، نحط كل المعلومات ونحط كل المباني 3D، وتبقى دعوة برضو لآثار بلدنا ان احنا نتكلم عنها ان شاء الله بشكل قوي. تمام، ده الكتاب هو اللي عايز يحمله وهشاركه معاكم دلوقتي. موقع سورس فورش من المواقع القوية جدا، هوريه لكم واقول لكم دلوقتي ازاي تعرف ان البرنامج تجيب بديل لاوبن سورس. وده الجروب بتاع الاوبن سورس، لو حد عايز يشارك عنده، اي حد عنده معلومه اضافيه يا ريت يشاركنا بيها الحاجات دي كلها. موقع سورس فورش تقدر تدور على اي حاجه، هتلاقي كل برامج الاوبن سورس موجوده هنا. تقدر تقول له مثلا عايز بديل مثلا الفوتوشوب، بيبدا يجيب لك الحاجات دي كلها. يقول لك مثلا انت عايز مثلا، خلينا نتكلم على الانجينيرنج مثلا، انتوا رايكم نتكلم عن ايه؟ دي الكاتيجوري اللي موجوده، خلينا نشوف الانجينيرنج والجيمز. لو اي حد عنده اقتراحات يحطها ونبدا نشوفها مع بعض. دي مثلا حاجات خاصه بالانجينيرنج، ماتلاب، في نانو كاد بلس، في حاجات كاتيا، في وهكذا، هتلاقي البريس كاد وهكذا. ممكن ما يكونش البرنامج نفسه، ممكن تلاقي فيه بدائل لاوبن سورس. طيب خلينا نخش كده عملي على موقع اسمه alternative2.net. alternative2.net ده برنامج مالوش دعوه بموضوع اي حاجه خالص، غير ان هو اي برنامج بيجيب لك البديل بتاعه. تمام، خلينا نشوف مثلا الادوب فوتوشوب. الادوب فوتوشوب، وخلينا نشوف مثلا بديل للادوب اكروبات دي سي. طبعا البرامج دي كوميرشال، البرامج دي فلوس، فالناس بتدور على بديل ليها بيكون ببلاش. تمام، فتعالى مثلا نشوف ايه تاني. طيب الفوتوشوب اهوت 2001 قالوا ان احنا بنشغل فوتوشوب كويس، بس في 3800 واحد قالوا ان هم بيشتغلوا على الجيمب وان هو كويس معاهم. ميزه الجيمب ان هو مجاني وبيتطور بشكل قوي وتقدر تسطبه بسهوله جدا. كريتيا 876، بس انا بشتغل بيه ما بيعمليش حاجه بشكل. بنت دوت نت، تمام. طيب ده ممكن بقى تقول له ايه، انا عايز البرامج بس اللي هي الاوبن سورس. طبعا لو فري ما فيش مشكله، يعني لو فري ما فيش مشكله، بس انا مركز على الاوبن سورس النهارده. فبتلاقي ان الجيمب 3800. طيب تعال نشوف الادوب اكروبات دي سي. تمام، ممكن اقول له هنا من اللايسنس انا عايز البديل الاوبن سورس. تقدر تكتب هنا في سيرش كل البرامج اللي انت بتدور على بديل ليها، هو يبدا يجيبها لك. تمام، يعني تعال نشوف مثلا برنامج الزوم اللي احنا شغالين بيه دلوقتي. اهو قال لي برنامج الزوم اهوت، في 100 واحد قالوا ان هو كويس، انما في 400 واحد قالوا ان البرنامج ده افضل، في 100 واحد قالوا 100 قالوا كذا، في واحد قال 700 واحد قالوا ديسكورد. انا جربت الديسكورد ولقيت فعلا احسن من الزوم واجمل وكل حاجه، بس احنا ما عملناش المحاضره بتاعتنا عليه لان هو الناس مش متعوده عليه، فهتلاقي فيه مشاكل. تمام، حتى المهندس عمرو سرور كان عمل محاضره قبل كده وعمل ديسكورد، بس الناس اتلخبطت اول مره تدخل عليه وهكذا، فعملوا على الزوم. وان شاء الله واحده واحده نبدا نتعود على الديسكورد ونشتغل عليه، بيديك عدد لا محدود. يعني الزوم رغم ان احنا دافعين فلوس، بس هو حاجبنا ب 100 واحد، انما ده ديسكورد ممكن تدخل الاف الناس، ما فيش اي مشكله خالص. الناس اللي بتلعب جيمز متعودين على الديسكورد، انا ما بلعبش جيمز فما اعرفش الديسكورد دوت. تمام، طيب ده اي برنامج انت تفكر فيه تقدر تيجي هنا وتعمل سيرش على الحاجه اللي انت عايزها، هيبدا يجيب لك البدايل، وتقدر تركز مثلا تقول له انا عايز لما مجاني، لما انا عايز الاوبن سورس بتاعه. يعني مثلا مايكروسوفت وان نوت هتلاقي ان في بدايل ليه، تقدر تقول له مثلا عايز حاجات الاوبن سورس او الفري. تمام، احنا بلدنا فقيره، احنا دلوقتي بنصدر البترول والبترول هيخلص بعد فتره بسيطه، وبنستورد ايه، شو السوفت وير، بنشيل شويه سوفت وير. فلو احنا قدرنا نلعب بذكاء على موضوع الاوبن سورس، ونقدر نخلي عندنا فكر الاوبن سورس ونتشارك مع بعض، يعني الناس اللي عملت رسائل ماجستير او دكتوراه او كده وخلاص خلصت وسابها، بدل ما تسيبها في الدرج شاركها مع غيرك. ممكن نعمل موقع ونحط فيه كل الرسائل ديت ونشاركها مع بعض، ما فيش اي مشكله خالص. اي حد عنده معلومه ممكن يكتبها على المدونات تحت الوورد وورد بريس وهكذا. تمام، فهتلاقي المايكروسوفت وان نوت هتلاقي فيه بدائل كتيره جدا، تقدر تختار وتجرب، وهتلاقي اكتر من بديل مجاني. طيب في كتاب برضه هشاركه معاكم اهوت. تمام، هتلاقي فيه عشرات البرامج، يعني حتى الفيرس نفسه يخط. تمام، انا في حد متطوع ان هو يعدل لغويا المشاكل لغويا، وفي واحد تاني متطوع ان هو يصممه بشكل قوي، فان شاء الله لما يخلص هتلاقيني حطيته لكم برده ببلاش، يعني معاكم النسخه دي ان شاء الله خلال اسبوع نكون طورنا بشكل قوي. فهتلاقي حاجات خاصه بالالعاب، حاجات خاصه ببرامج الضغط،
حاجات خاصه بتسجيل اللي بيحصل على الشاشه، حاجات خاصه بكر الشاشه، حاجات خاصه بالبرنامج مثلا لمستعرض صور، برنامج رسم هندسي وهكذا. تمام. انا مثلا ده احنا كان عنه ده في برنامج مثلا انا بشتغل بيه على طول، لما بيلاقي الهارد عندي اتملى وما فيش مساحه، برنامج اسمه ويندير ستيت، بيبدا يقسم لي الهارد بتاعي ويقول لي اكبر مساحه فين. طبعا انا عندي اكبر مساحه البيم واخد كام جيجا، 416 جيجا. تمام. فببدا اشوف ايه الملفات اللي هي واخده مساحه ومالهاش اي لازمه، ممكن يكون في فيلم بيتحمل حاجات زي كده. تمام. وهكذا. فببدا اقسم اشوف ايه الحاجات الموجوده فين. بيبدا يقول لي ملفات الريفت عندك واخده 163 جيجا. تمام. الام بي 4 واخده 160 جيجا، الملفات المضغوطه واخده كذا. فيبدا يجيب لي الملفات ديت، فبدل ما اقعد الغي حاجات كتيره بشوف ايه الحاجه اللي مساحتها كبيره والغيها. ممكن يكون في فيلم مثلا مساحته 10 جيجا وانا حملته من غير ما اعرف، اتفرج عليه والغيه. تمام. ده مثلا برنامج اهوت، ده بيحمل لي الملفات فري داونلود مانجر، مجاني من غير فلوس واوبن سورس وكل حاجه. تمام. خلينا نلغي دوت دافنشي نسكيب دونت سيف كلوز سيف. طيب في مثلا ده برنامج العاب، ده مجاني برضو اوبن سورس وكلها العاب تعليميه. تمام. بيبدا يفتح لك مثلا دي للذاكره للاطفال وحاجات زي كده. تمام. فده اسمه تشيلدز بلاي، ده برضو مجاني وكل حاجه اوبن سورس. البرنامج اللي انا ببث بيه بشكل يومي على الفيسبوك المحاضرات اسمه او بي اس، اللي هو دوت بمجرد ان انت تقول له اعمل الاستريت، اعمل ستريم، بيبدا يبث على الموقع سيتنج وتبدا تشوف هتعمل ستريم من خلال ايه. تمام. انا اتمنى بقى ايه الجزء الجاي اللي هو بتاع المناقشه، نبدا نتناقش في موضوع البرامج الحره ديت واهميتها والحاجات دي كلها. واتمنى ان احنا نبدا نقسم، كل واحد يمسك برنامج يبدا يشرحه. يعني مش لازم تبرمج، ممكن تشرح البرنامج، ممكن تتعلمه، ممكن تحاول تنشره، هتلاقي الموضوع ده مفيد جدا باذن الله. طيب انا اتمنى افتح باب الاسئله. الو، أني برنامج؟ البلندر فري؟ فري. والبيم ادنس، البيم ادنس اللي موجوده فيه هي بتحول لك الشغل اللي انت عملته للاي اف سي وبرده فري. في برامج كتيره جدا معموله اي ار بي مجاني. يعني فعلا نجرب كده موضوع الاي ار بي، اوريكم بس في اوردو تقريبا اي ار بي. تمام. اي ار بي سوفت وير ده بملايين، بس في بعض البرامج ليه بتبقى مجاني تقدر تجربها وتبدا تختار افضل حاجه ممكن انت حابب انت تشتغل بيها. يا ريت لو حد عنده اي اسئله تفتحوا المايكات ونبدا نتناقش. برنامج تقسيم الهارد. طيب حاضر، هكتب لكم اسمه، هو اسمه ويندير. ويندير ستيت اوبن فايل لوكيشن. ده اسم افضل برنامج عمل افلام توثيقيه. ما الافلام الوثائقيه دي بتتعمل من خلال اي برنامج مثلا زي برنامج دافنشي مثلا، ده برنامج قوي جدا. تمام. فتقدر تشتغل بيه. او ما شكرا للعمل البلندر والبلندر بقى يعني. هل في بديل لبرنامج اوتوديسك كوانتيتيك اوف؟ او برنامج كوانتيتيك اوف اصلا اوتوديسك قفلته وحطته هناك. في يعني لان هي حاجه متخصصه قوي في الهندسه، فبتلاقي البرامج قليله لسه. تمام. بس ان شاء الله لما كذا مهندس يقتنعوا بفكره الاوبن سورس ديت، هتلاقي البدائل بدات تبقى موجوده ومتوفره. طيب اي حد عنده اي سؤال او اعتراض او مناقشه يا ريت.
انا فتحت المقاطع للناس كلها، اي حد عنده اي سؤال يقدر يفتح المايك ويسأل على طول. انت حضرتك بتسأل بتحويل من البي دي اف للكات. بص، خش على السورس فورج ودور فيه، تمام؟ الحاجات المتخصصه دي بتحتاج ان انت تدور فيها، وهتلاقي الاسباك كتيره. لو ما لقيتش اوبن سورس هتلاقي مجاني. بيم 360 هو عباره عن موقع، تمام، ومتخصص قوي في البيم. الحاجات المتخصصه قوي في البيم صعب تلاقي فيها حاجات اوبن سورس، تمام. بس احنا في البيم 360 يعني ساعات بنشتغل بجوجل درايف. جوجل درايف يعني مجاني لحد ما تقريبا ل 15 جيجا، لو عايز اكتر بتدفع فلوس بسيطه جدا. فاحنا بنشتغل على جوجل درايف ما دام المشروع بتاعنا مش قادرين ان احنا نشتري فيه البيم 360. انا عايز حد يتناقش معايا، حد يقول لي انت غلط انت صح، نعمل ايه الفتره اللي جايه. ده البرامج الحره اهوت، وارفع لكم برضو الاوبن سورس. طيب، انا في مره كنت بتكلم مع دكتور في احد الدول الشقيقه، يعني بدون ذكر اسامي، فبيقول لي والله احنا عندنا دكتور بيخلي الطلبه كل سنه يخشوا يعملوا زي نظام تشغيل، يعني في حسابات ومعلومات بيعملوا نظام تشغيل. ثاني سنه برضو خليهم يعملوا يعني مشروع التخرج، لازم عشان يتخرجوا يعملوا مشروع اوبن سور، يعني مشروع نظام تشغيل، تمام. فكل مره يعملوا نظام تشغيل، فبقول له ما شاء الله دي حاجه قويه جدا. بص لي كده، انت اهبل ولا ايه؟ قال لي ده حاجه غبيه جدا، ما يخلي الطلبه تكمل على الناس عملوه المره اللي فاتت. بمعنى ايه؟ ان هم عملوا نظام تشغيل مثلا الدوس، يخلي بقى الناس اللي يجوا بعد كده يقول لهم زمايلكم عملوا نظام الدوس، خدوا افهموه واعملوا انتوا ويندوز 95، اللي بعديهم يتغيروا من 95 ل 98. ليه تبقى الحاجه اللي فاتت دي تترمي ويبداوا من الصفر؟ كل سنه يبداوا من الصفر، احنا كده مش هنوصل لحاجه. في ناس كتيره جدا كان مشروع التخرج بتاعها بقى هو مصدر رزقها، ان هو مثلا عمل برنامج مثلا للانتي فايروس، تمام، وخد حاجه اوبن سورس وطور فيها بدل ما يبدا من الصفر، واللي هيقعد مثلا 3 4 سنين على ما يعمل حاجه منافسه للمكافي، لا ما بيبداش من الصفر، بيبدا يظبطها ويشتغل عليها، تمام. انا شايف كتير ناس اساتذتي احسن مني واقدر على الكلام، فاتمنى حد فيهم يعني يفتح المايك ويتناقش معانا، تمام. في كتابين اهمت، وهنزل لكم برضو رتبه الاستبيان، هيكون في برضو الروابط ديت، تمام. الموضوع الاوبن سورس من الحاجات اللي هتفرق كتير. لو عايز تعمل لوجو، طيب بالنسبه لي احسن حاجه تعمل بها لوجو، انا عملت بكذا برنامج، بس هو احسن حاجه اعتقد انسكيب. ليه؟ لان هو مش هيبكسل معاك. انسكيب مهما كبرت، الاسكيب افضل حاجه تقدر تشتغل بيها، تعمل بيها لوجو بدون اي مشاكل خالص، تمام. شوف ايه البرنامج اللي انت بتشتغل بيه، وتقدر تكتب اسمه هنا في برنامج الترناتيف. البرنامج ده مش متخصص في الاوبن سورس، والبرنامج ده متخصص للمقارنه بين البرامج، فيقدر يقول لك ايه احسن بديل للبرنامج اللي انت بتفكر فيه، تمام. يعني جوجل كروم مجاني، عشان كده احنا شغالين بيه مجاني، ما ينفعش فلوس. الفايرفوكس 6000 واحد بيستخدموه، بينما جوجل كروم 4600 واحد بيستخدموه. هتلاقي بدائل كتير جدا، يعني لو كتبت مثلا ادوب هتلاقي ادوب فيها برامج كتير جدا. كل برنامج من دول تبدا تشوف ايه البرنامج المجاني. ادوب لايت روم مثلا ده برنامج بفلوس، هتلاقي فيه برنامج ما شاء الله يعني واخد تقدير حلو جدا، فتقدر تختاره تشتغل بيه. الراو ده برضه انا اشتغلت بيه كان كويس جدا، هو مجاني، ده صراحه ما اشتغلتش بيه لسه. فكل واحد حسب المجال بتاعه يبدا يشوف ايه البرامج المجانيه. طيب، حلو قوي السؤال ده، تعال نشوف الانتي فايروس. كل اللي انا اعمله، انا ممكن تكتب انتي فايروس على طول، او تكتب اسم البرنامج اللي تشتغل بيه هو يجيب لك البدايه. اهو الانتي فايروس، هتلاقي افيست مثلا ده مجاني، تمام.
وفي كليم انت فايروس ده فري اوبن سورس، انا شغال بافيست اهوت تمام، وهكذا بتبدا تشوف الناس كلها بتشجع ايه. يعني اكتر واحد واخد 790 اللي هو افيست ومجاني، خلاص انا بشتغل بيه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شلون سايمن؟ الاوبن سورس مش معروفه او في العالم العربي، ومطلوب في الشغل بيبقى الحاجات المعروفه. هل احنا حولنا البرامج دي هيبقى سهل قبول اصحاب العمل؟ لو اغلب الشركه موافقه على برنامج معين هيكون احسن لصاحب الشركه. يعني صاحب الشركه بيدفع فلوس كتير جدا في برنامج مثلا زي 3 دي ماكس، انا بقول له ان انا عندي برنامج قوي جدا اسمه بلندر وانا بشتغل بيه. زائد لو انا بشتغل فريلانسر ما مش مطلوب مني ان انا اشتغل ب برنامج معين. لو انا شغال فريلانسر فانا حر ان انا اشتغل باي برنامج تمام. فلو انا شغال فريلانسر ممكن تشتغل باي برنامج تعزي. لو انت شغال في الشركه ممكن تقول للراجل المدير الشركه والله احنا كذا واحد وعارفين البرنامج الفلاني اللي انت شغال فيه. الماجيك اد انا بصوا انا هسيب لكم انا رفعت لكم الملف اللي هو البرامج الحره دوت ورفعت لكم دوت، فتلاقي فيه البرامج تقدر تجرب وتشتغل بيها. بالنسبه للرندر في بديل، في بدائل للرندر الفري والكورونا حاجات قويه جدا. تعال نشوفها مع بعض. انت مثلا بتدور على الفي ري تمام، في حاجات اهيت في اهو واحد اهوت في دوت ناس كده بتشكر فيه واخد 24 بينما الفري نفسه واخد 9 تمام. ففي لوكس كور ريندر تمام ده مجاني وتقريبا ده واخد اعلى تقدير. خلي بالكم الحاجات اللي هي بتبقى متخصصه قوي وهندسيه قوي ما بتلاقيش ناس كتير بتشتغل بيها تمام. فده كويس ده كويس اهو واخد 8 قريب من 9، فانا شايف ان دوت واخد تقدير كويس فتبدا تشتغل بيه. وفي حاجات كتيرة جدا بتشتغل مع البلندر وفي حاجات بتشتغل مع 3 دي ماكس وهكذا. طيب ده بالنسبة للفري. الماجيك كاد هو برنامج متخصص جدا، فانت لازم تلاقي ناس يعني ناس مهتمين قوي بيها تمام. طيب تعالى نشوف السؤال من على اللايف. مشكور يا باشمهندس، عندي سؤال، ما مدى إمكانية تكييف البيم مثل البرامج الحرة فري كاد؟ هو يعني الفري كات بداوا يحطوا فيها حاجات خاصه بالبيم، بس حتى الان ما وصلش للمستوى اقول ان انا هرمي الريفت واشتغل بالفري كات تمام. انا حتى انا بتعلم الفري كات والبلندر والانريل والحاجات ديت بيبقوا مفيدين جدا في الشغل تمام، بس حتى الان مش ليس بيم 100%. الفري كات قطع شوط، بس حتى الان ما نقدرش نقول ان هو بديل على الريفت. مش هنغش بعض، لو هو وصل لمستوى حلو ممكن نقول البرامج الهندسيه لانها متخصصه فلسه هتلاقي في نقص فيها شويه تمام. في حاجات خاصه بالكوانتيتي سيرفير اهي تقدر بقى تشوفها. تعال نشوف البرنامج دوت ده بفلوس، نقدر نشوف البدائل بتاعته. لا شكله ملوش بدائل. طيب ممكن نبدا نعمل جروب كده على الواتساب او الفيس وكل برنامج نبدا ندور عليه، لان ده مش البرنامج الموقع الوحيد يعني اللي البرامج كده، نقدر نشوف ايه البدايل. في مواقع كتير جدا بيبدا الناس تسال يقول انا عايز برنامج كذا، ايه البديل بتاعه، ايه المجاني تماما، فالناس بتبدا تقول له بحيث ان هو يبدا يشتغل بدون مشاكل خالص. لان لو حصل قانون في مصر ان مثلا اللي هيسطب كراك هتلاقي في مشاكل هنقع كلنا، فخلينا نبدا من دلوقتي اللي يقدر يبدل برنامج ببرنامج مجاني يبدل تمام. دي الفكره كلها اهو. حلو قوي شكرا. ده موقع اسمه بورتابول، ده انا مسطبه فعلا عندي هوريه لكم. شكرا للاستاذ اللي حط الرابط ده، انا مسطبه عندي هوريه لكم دلوقتي. بورتابول ده في كل البرامج الاوبن سورس والمجانيه او اغلبها، بقول له ستارت فبيفتح لي قائمه زي قائمه ستارت بس على اليمين مش على الشمال تمام. بتلاقي فيها البرامج اهي، دي البرامج اللي انا مسطبها عندي دلوقتي، دي البرامج اللي انا مسطبها عندي دلوقتي اللي موجوده هنا ومساحتها قليله جدا. مجرد ان انت تدوس عليه ده انسكيب للي عايز يعمل شعارات ولوجو وحاجات زي كده تمام. طيب انا عايز برامج ثانيه اكتر، بقول له ابس واقول له جيت مور
ابس اهوت، هيفتح لك قائمه كبيره جدا كل البرامج اللي انت عايزها ببلاش. هو بيقول لي بس اعمل ابديتد، انا خايف ياخد وقت في الابديت، بس هو بيجيب لي قائمه فيها ماكرو مثلا من 300 برنامج بتقدر تشوفهم. طيب هو تقريبا هياخد مثلا 8 ثواني ويبدا يشتغل عادي. طيب اعتقد ان هو محتاج تسطيب، بس القائمه فيها برامج كتير جدا، وبرامج لو انت قعدت تسطب فيها مش هتخلص خلاص. هو الراجل المؤدب قال لك عايز دي البرامج اللي فيها ابديتد، فلو انت محتاجها اعمل لها ابديتد. تمام هو بيعمل تشيك للبرامج، مجرد بتعمل بس كليك على البرامج اللي انت عايزها تتحمل عندك، هو بيجيب لك اسم البرنامج والشرح ليه وهكذا زي كده مثلا. تمام فبيقول لي دي حاجات خاصه بالاكسسوري، حاجات خاصه بالديفلوبمنت، دي كلها برمجه، كل البرامج اللي موجوده هنا ببلاش. دي بيقول لي برامج تعليميه، فانا هسطب بعض البرامج كده اهو. تمام خلينا نسطب ده، ده خاص بيه اهو، بيقول لك ان ده حاجات خاصه بالفضاء، فتبدا تشوف الفضاء زي ما انت عايز. دي العاب، كل الالعاب دي مجانيه تماما. تمام وانا مش هسطب منها ولا واحده، في برامج العاب انا بسطبها عشان معاذ ابني طيب بعد كده هتلاقي حاجات خاصه بالجرافيكس، الرسومات، وكل واحده فيهم بيقول لك ايه المزايا اللي فيها، او ده لايبرري كات، مجرد انت علمت كده يسطب معاك على طول وهكذا. حاجات خاصه بالانترنت، حاجات خاصه بالميوزك اند فيديو. تمام فلو انت عايز مثلا برنامج زي الاوبن شوت، مجرد تتعلم عليه وتقول له نكست يسطب. ده مثلا ده مشغل فيديو مجاني، سطبه والغى اي واحد تاني محتاج كراك او باسورد. دي حاجات خاصه بالاوفيس. تمام انت مثلا جي ان يو كاش، ده بيحسب لك الفلوس بتاعتك، الحسابات بتاعتك سواء كاشخاص او كافراد، كاشخاص وشركات يعني، اشخاص هم الافراد. البرنامج ده كويس جدا، ده بديل برنامج تبع ادوب اسمه ادوب، لا معلش ده البرنامج ده انا بشتغل عليه على طول، استنى ادوب ده هو ده اللي مشغل بيه في المجله، فضح لو ما عرفتوش اسمه ايه. في برنامج كده مشغل بيه في المجله انديزاين، ده بديل للانديزاين. تمام اللي هو سكيورتي باس، ده بديل للانديزاين. عندي حاجات خاصه بالسكيورتي، هي اللي كان بيتكلم عن سكيورتي، كل دي برامج خاصه بالسكيورتي. ده فيروس كويس جدا، كلام وين دوت كويس. اليوتيليتي دي حاجات ده بس برنامج فك الضغط. انتر نيم، انتر نيم ده عايز محاضره لوحده، ده لذيذ قوي. ده لو انت عندك فولدر فيه مثلا 100 ملف وعايز تغير اسمائهم كلهم، سواء تزود كلمه في الاول في الاخر، بيعملها لك مجاني وببلاش وكل حاجه. تمام زي ما انت شايف احنا عندنا منجم برامج 500 برنامج اهو مجانيين، ومش عايزين منك حاجه، انا لا هاخد منك فلوس ولا انا هكسب لو كلكم اشتغلتوا بيها ولا خالص، بس الفكره كلها هنستفاد، بدل ما احنا عمالين نشتري برامج وندفع والحاجات دي كلها، هتلاقي الموضوع بقى اسهل بكتير. تمام تعال نشوف في اسئله، حد بيشتم في برنامج لتسجيل الفيديو بشركه الشاشه؟ طيب خلينا ناخد في، طبعا في كتير. تمام الموقع ده البورتيبس، ده البورتيبل ابس، ده موقع رائع شوفوه. وشكرا انجي صابر برضو حاطط برضو حاجه كويسه جدا اهي. طيب خلينا نيجي هنا ونشوف البرنامج اللي انت عايزه، هو اصلا فري فممكن تشتغل بيه. تمام طيب في برنامج او بي اس ستوديو، ده برضو بيسجل الشاشه، ده انا بشتغل بيه وبسجل بيه الشاشه. في برنامج مثلا كازام، ده برضو بيسجل الشاشه. كل ده اوبن سورس، تقدر تيجي من هنا وتقول له انا عايز الاوبن سورس بس، صدقني هتبقى اريح بدل ما كل شويه التراك يضرب منك وحاجه فيها مشكله والحاجات دي كلها. كام ستوديو ده برضو بيسجل الشاشه تحفه واوبن سورس. سكرين كام برضو بيسجل الشاشه كويس وهكذا. وفي في ريسورس ريكوردنج برضو تمام تمام ما شاء الله، في ناس كتيره متعوده على موضوع البرامج الاوبن سورس. طيب في اي حد عنده اي سؤال او عايز يتناقش معايا؟ انا عايز، احنا هنهتم بالفتره اللي جايه ديت بموضوع البرامج الحره، لو اي حد عايز يشارك معانا فيها، وبالذات الاوبن ستريت ماب، لان احنا ان شاء الله نحاول نسجل او نعتمد الاوبن ستريت ماب دي ونسطبها على الموبايلات ونشتغل بيها في الوطن العربي كله. تمام بقوه يعني، فنتمنى ان الناس تدعمنا ان شاء الله، او يدعموا نفسهم، احنا بندعم بعض. تمام
المايك مفتوح لو حد عايز يعمل قبل ما نقفل المحاضرة. وغير البرامج انت نفسك يعني تشارك المعلومة مع الآخرين، إن شاء الله ربنا يعوضك وتعرف المعلومة من حد تاني. كان زميل ليا أول ما اشتغلت قال لي لو أنا بخلت على واحد بمعلومة هيعرفها، يعني ما فيش معلومة مقفولة وما فيش حد بيعرفها والحاجات دي كلها، بس أعرفها من حد تاني، وبدل ما يدعي لها هيدعي عليا، أو يعني لا يعني ليه ما يبقاش فكرة حلوة إن إحنا أصدقاء وحاجات زي كده. تمام، في برامج للموبايل أوبن سورس بدون إعلانات، في كتير جدا، أنت بتبدأ تتعرف أصلا على عالم خيالي. تمام، يعني أنت ممكن تيجي تقول له هنا أنا عايز الحاجات الخاصة بالأندرويد مثلا أو الحاجات الخاصة بالأيفون، يبدأ يجيب لك كل البرامج اللي بتشتغل على الأيفون والحاجات دي كلها. تمام، هتبدأ تشوف إيه الحاجات اللي أنت عايزها. أنا ساعات بعمل كده. تمام، وبعد كده ببدأ أقول له مثلا طب أنا عايز حاجات مثلا خاصة بكذا، بالتاسك مانجمنت مثلا، تمام، وعايز حاجات الأوبن سورس، فيبدأ يجيب لي كل الحاجات الأوبن سورس اللي خاصة بالتاسك مانجمنت اللي بتشتغل على الأندرويد. تمام، فممكن الترناتيف تو رغم ان هو مش معمول للاوبن سورس، بس انا بعتبره منجم ان احنا نعرف منه الحاجات بتاعت الاوبن سورس. انت ممكن لو انت بتفهم في البرمجه تاخد اي واحد فيهم وتطور فيه وتبيعه زي ما انت عايز. طيب، في المهندس علاء عمل حاجه خاصه بالشات اهوت واتساب، خلينا نعتمد عليه ونبدأ نحط فيه الحاجات اللي هي الاوبن سورس. طيب، هو تقريبا بعت على البرايفت فانا هحطها لكم على العام. شكرا باشمهندس علاء، وشكرا لاحمد حسام ومحمد عزت والفريق البرنامج. اتمنى بس حد ينزل رابط الحضور بتاع النهارده. باشمهندس خلود برضو معانا، وباشمهندس عمر نافور، ان شاء الله الفريق موجود. أو ده رابط الحضور اللي عايز شهادة الحضور، وأهم من الشهادة إن إحنا نتشارك مع بعض. لو أي حد عايز رابط خاصة بالأوبن سورس أو بالأوبن ستريت ماب، وإن شاء الله يعني نبدأ نعمل جروبات حاجات خاصة مثلا بالكيو جي أي إس، ونبدأ نحاول إن إحنا نتعلمه بشكل قوي. لو أي حد أتقن برنامج من البرامج الأوبن سورس دي وعايز يدي محاضرات تتواصل معايا ونبدأ نتفق عليها، زي ما باشمهندس عمرو سرور فانا معاه ان هو هيدينا محاضرات تقريبا 12 محاضره الخاصه بالانريل، انا ان شاء الله هحضرهم كلهم باذن الله، يا رب باذن الله. تمام، فاتمنى كل واحد يبدا يشوف البرنامج القوي ونبدا نشتغل عليه ان شاء الله. تمام، وشكرا ليكم وجزاكم الله خيرا، واسف لو طولنا عليكم. الجروب بتاع الواتساب انا كنت بذيع من الاو بي اس، ده برنامج اوبن سورس، هقول له ستوب ستريم، فانا وقفت كده البث، اقدر اوقف التسجيل برضه.